السلام عليكم، انا بغيت نعرض لكم قصتي مع واحد الصديقه ديالي اللي كانت عزيزه عليا بزاف بزاف. كنا انا وياها يعني بحال الخوت اللي كيشوفنا على برا كيقول لنا واش نتوما خوت. كنا صحابات ملي كانت عندنا 8 سنين سنه، كنا ساكنين الدار حدا الدار. علاقتنا كانت زوينه بزاف، كنا كنلعبوا مع بعضياتنا، نخرجوا مع بعضياتنا. حتى كبرنا 12 سنة ولينا كنمشيو مدرسة بجوج، كنقراو بجوج. كتجي عندنا للدار، كنمشي عندها للدار، كنطيبو في كوزينة وحدة، نضحكو. كنا كنتقاسمو أي حاجة، الحلوة والمرة مع بعضياتنا. هي صديقتي المقربة اللي كانت عندي، ما كانتش عندي نهائيا شي يعني صديقة أخرى ولا شي بنت أخرى كنت كنعرفها. يعني تربينا نفس الحي، كنا اكثر من الاخواتات. مرت ايام، دازت مده طويله وكبرنا. واخا هكاك بقينا صحابات لحد الان. انا في عمري حاليا 23 سنه وهي عندها 22 سنه. كان واحد السيد تدخل، هو اللي كيفاش تعرفت عليه. كنا غاديين انا وياها، جا هو وقف بدا كيهضر معاها. في الاول كان كيحاول يتقرب ليا انا، ولكن انا ما كنتش يعني كنت كان انا مخطوبه، كنهضر مع واحد السيد اخر اللي بعيد عليا. وفي نفس الوقت هي كتقول لي، هي تعرفت عليه، عطاتو النمره، امور كلشي كان غادي مزيان. هو كيحاول يهضر معايا ومعاها، ولكن في الاخر ملي شافني انا مخطوبه صافي ما معاودش دار جهتي. دازت واحد المده كيهضر معاها، امورهم كلشي مزيان. انا وصاحبتي طفوله بزاف زوينه، وبقى لحد الان عزيزه عليا وكنبغيها بزاف. واخا وقع بيناتنا مشاكل بزاف بسبب هاد الشخص اللي دخل بيناتنا، ولكن المشكل الاخير هو انها كان كيحاول يهضر معايا حتى انا، وانا ملي ما كنبغيش حاول يقوم بالتهديدات. كياخد الرقم ديالي من تليفونها صنع ليا، كان كيجيني في واحد البلاصه شويه قريبه للدار، كيبدا يصوني حاول يمنع هاد الشيء عندي. كيقول لها ما تمشيش عندها، هذيك البلاصه هي فين ساكنه خايبه، وهادي وهادي ما عليناش. رغم ذلك انا يعني سامحته، وكنت درت اكسيدو ما جات شافتني، وكنت بقى فيا الحال بزاف. يعني اقرب صحبه ليا ما تجيش تشوفني في الظروف اللي انا محتاجها، معليش. ولكن دازت مده كنحاول ديما نتجنب. ومن بعد سمعت الاخت ديالها توفات، تألمت بزاف، بقى فيا الحال. ومشيت عندها، والام ديالي كانت ديك الساعات مريضه بزاف، كدير الشيميو الدواء الكيميائي حيتاش عندها داك المرض. وصافي وكنحاول نمشي للدار، نسيب الشغل في الدار حيتاش ماما مريضه ما تقدرش دير الشغل. وفي نفس الوقت كنحاول باش نمشي عند صاحبتي نواسيها ونكون في جنبها رغم الصعوبات اللي مريت منها، ولكن الحمد لله كل شيء فات. وكنت كنبات معها هذوك الايام، حتى هي كتقول لي ما تمشيش وتخليني بوحدي. كنت كنبات معها، كنبقى معها، كان الماكله ما كنتش كناكل. يعني كنشوف صاحبتي كتقطع قدامي، كيفاش غادي نقدر ناكل؟ يعني امور كانت شويه صعيبه مرينا منها. وكان بيحاول يجي هو عزاهم، من موراها صاروا مشاكل بزاف. يعني السيد ولا كيتقرب كثار، ولا كتبت لي اوديوات فاش هي ما كانتش كتخرج، ولا كانت كتحبسها امها ولا شحال، كيصون عليا كيقول لي نتلاقاو فاش انا كنرفض وما كنبغيش. كيبدا يهدد وكيبدا يبعد عليا ويحرشها، لكن انا ما غاديش نلومها حيتاش كتبغيه ومن حقها عادي. رغم انها فضلات عليا بالاول وقعوا مشاكل، وسمعتها قلت ليها انتي صاحبتي، وسمعي اوديوات اللي كتبت ليا. يعني بغيت نصالحها باش تعرف الحقيقه، باش ما تقولش انني انا كنخونها ورا ظهرها.
كنهضر معاه، ولكن هي قالت لي خسرت عليا جوج كلمات. قالت لي بيناتكم هاد الهضره هي اللي زادت تقلقتني بزاف. منين قالت لي بيناتكم عرفتها وما كتفكرش في الصحبه والعشره اللي دازت بيناتنا، من تماك صافي ولاو مشاكل بزاف. وصافي لحد الان 3 سنين ولا 4 سنين بحال هكا ما بقيناش كنهضروا، تقطعت العلاقه ديالنا. حتى دازت واحد المده ومؤخرا هاد الايام فاش سمعنا الخبر ديال وفاة المرحوم اللي كيعطي الأخبار في دوزان، الغماري صلاح الدين الغماري، كانت حاطة ستاتي وقلت لها الله يرحمه مسكين، وهي كتبت لي حتى هي ايوا الدنيا وهادي وهادي الدنيا يعني كل شيء فايت والموت وكذا. بدينا كنهضروا على الموت وكنهضروا يعني كنشوفوا في الاخير كل شيء كيموت، يعني اللي مخاصم مع شي حد يتصالح معاه. واخا مرينا من يعني حاولت نختصر لكم حيتاش انا بالفعل دازت عليا بزاف، ومازال يعني مازال عادي صاحبتي ومازال عزيز عليا، واخا داكشي كامل اللي وقع بيناتنا بقلب نسلم الحمد لله. كنتمنى اي واحد مخاصم مع شي حد يتصالح معاه حيتاش الدنيا فايته والموت كدور، اليوم علينا وغدا عليكم، ما كنعرفوش شكون اللي غادي يموت، ما كنعرفو في اي لحظه بنادم صحيح ما فيه مالي حتى كتسمعوا الله يرحمه. كنتمنى لكل يكون قلب مسامح الكريم، وكنتمنى تكونوا استفدتم من القصه ديالي، وشكرا للجميع.